في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وبناء على معلومات واردة مفادها وجود عصابة إجرامية منظمة تقوم بترويج الكيف المعالج والمؤثرات العقلية ببلدية بومرداس على مستوى حي حمدي عبد القادر المعروف بحي بوكروشة. استغلال للمعلومات تم تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام، أين تم تحديد هوية أفراد العصابة الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات، ناهيك عن خلقهم لجو من اللا أمن والإخلال بالنظام والسكينة العمومية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة أمنية محكمة، وذلك بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة قامت بتطويق الحي من الداخل والخارج، مع غلق جميع المنافذ المحتملة وإقحام تشكيل يضم أفرادا من المفرزة الخاصة لتدخل للدرك الوطني بالمعلمة. فرق البحث والتحري التابعة للمجموعة فصيلة الأبحاث وكذا أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمومرداس، أين تم مداهمة الحي وتوقيف مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى مقر فصيلة الأبحاث، حيث تم إخضاعهم إلى التفتيش الجسدي الدقيق وتعريفهم على مستوى تطبيقية التعريفات الخاصة بالدرك الوطني ليتبين من خلالها وجود أشخاص مبحوث عنهم، بالإضافة إلى توقيف أشخاص ضبطوا في حالة تلبس يقومون ببيع المخدرات وآخرين كانوا محل تتبع خلال مرحلة التحريات. أسفرت العملية عن حجز كمية من الكيف المعالج مهيئة للترويج و283 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات هذه السموم، بالإضافة إلى 4 سيوف متفاوتة الأحجام وخنجرين. تجدر الإشارة إلى أنه عقب هذه العملية مباشرة تم تسجيل ارتياح كبير لدى ساكنة الحي بالنظر إلى الضرر المادي والمعنوي الذي كانوا يعانون منه جراء نشاط هذه العصابة الإجرامية الذي تم استهدافها. في الأخير نذكر بالرقم الأخضر 1055 الموضوع تحت التصرف طيلة أيام الأسبوع 24 على 24 ساعة من أجل الحالات الاستعجالية والتبليغ عن أي طارئ، والموقع الإلكتروني ppgn.mdn.dz المخصص للشكوى المسبقة وتقديم معلومات عن بعد. خويا الله لا يغيبكم ان شاء الله. امين ان شاء الله توقفوا معنا هكذا وحنا نوقفوا معاكم على عمر الله ان شاء الله. تقوا كل هذا اللي موجودين كل حاجه كاع تقوا وفي عونكم الله يستركم ان شاء الله. امين ان شاء الله. تحياتنا لك. الحمد لله. ماذا بينا دائما هكا كل سمانه هكا ان شاء الله والله غير ماذا بينا كل سمانه هكا.